كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل ولي استفهاما أو حرف ندا ونفي نوجا صفة أو مسندا، وقد يكون ناطع محض غنحري فيستحق العمل الذي وصف وإن يكون صلة أجل المضي وغيره إعماله قد يرتضي فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل يستحق ما له من عمل في فاعل قلل وفاعل وما سوى المفرد منه جعل بالحكم والشروط حيث ما عمل وانصب للإعمال تلو المقتضي وهو لنصب ما سواه مقتضي وجر أو انصتا بعل انخفض كمتغي جاهم وما لم ننهض وكل ما قضي الاسم فاعل وبصم مفعول بلا تفاضل هو كفعل صغر المفعول به معناه كالمعطى كذا بن يكتفي وقد يضاف لا الى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. اسم الفاعل ما دل على حدث وفاعله، ضارب يدل على ضرب ومن قام بالضرب، كاتب يدل على حدث وكتابه ومن قام بالكتابه، كان كفعله اسم فاعل في عمل اسم فاعل يعمل عمل فعله، الفعل يعمل دون اي شروط لان له اصاله في العمل، اسم الفاعل لا يعمل الا بشرطين ان كان عن مضيه بمعزله لابد ان يكون دال على الحاله والاستقبال، انا اقول ان كان عن مضيه بمعزله ليس هذا فقط، لابد ان يلي ما يقربه من الفعل ذلك استفهام مثل ما ضارب زيد عمرا غدا، لان ما تقرب من الفعل لان ما لف ان يلي الفعل ولي استفهاما، او اضارب عمر خالدا غدا انا اقول ولي استفهاما، او حرف نداء او حرف نداء مثل يا طالعا جبلا يا طالعا جبلا، قالوا يا ابن مالك، يا حرف النداء يقرب الكلمة من الاسمية يقرب الكلمة من الاسمية، واضح؟ والاصل يريد في اعمال اسم الفاعل ان يكون قريبا من الفعل، قالوا لا يريد ابن مالك ان النداء يقرب من الفعل لكن يريد ان يفيدك فائدة ان النداء وان كان يقربه من الاسمية لكن لا يمنعه من العمل، مع ان رجاله قريبة من الاسمية ويوغله في الاسمية لكن مع ذلك لا يمنعه من العمل، واضح؟ أنا قوله وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا مثل ما ضارب زيد عمرو غدا، ما نافية حجازية، ضارب اسمها مرفوع نظمه وزيد فاعل سد ما سد الخبر وعمر بعول بمنصوب، الشاهد أن اسم الفاعل عمل لأنه دل على الحال أو الاستقبال وولي نفيا أو جاء صفة أو مسندة أو اعتمد على موصوف مثل مررت برجل راكب أبوه فرسا، مررت برجل راكب أبوه فرسا، أو جاء صفة أو مسندة، مسند لأن يكون خبرا أو خبرا لكان أو خبرا لنا أو مفعولا ثانيا ذوانا كلها خبر، أو جاء صفة أو مسندة مثل زيد ضارب أبوه عمر غدا هذا مسند، أو كان زيد ضاربا عمرا هذا مسند، إن الخبر كان مسند، أو إن زيدا ضاربا عمرا أو أنت زيدا ضاربا عمرا مسند، وكذلك إذا كان حالا فإنه معتمد على صاحب الحال، تقول مررت لزيد راكبا فرسا، راكبا حال سمد على صاحب الحال، أو جاء صفة أو مسند فلا أحمد الله، وقد يكون نعت محذوف الحريف، قد يكون نعت محذوف فيستحق العمل الذي يوصف، قد يكون مثل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يوهنها وهوها قرنه الوعيل، كناطح أي كوعل ناطح صخرة، فاعتمد اسم الفاعل على موصوف محذوف وعامل على قريب، وقد يكون ناطح محذوف الحريف فيستحق العمل الذي يوصف وإن يكون صلة ألف في الماضي وغيره أعماله قد وصف، إذا كان اسم الفاعل صلة اليد عامل في كل اسمنا عاملة في الزمن الماضي، تقول جاء زيد الضارب أبوه عمرو أمس، لأن صلة لا تكون إلا جملة، الصلة تكون جملة والجملة تعمل دون شروط، أنا أقول ويكون صلة ففي الماضي وغيره أعماله قد تضيف، قال طب
الله لا يذهب شيخي باطلا حتى أدير مالكا وكاهلا القاتلين الملك الحلاحلا خيرنا عدل حسبا ونائلا القاتلين القاتلين اسم فاعل عامل في الزمن الماضي قتلوه مضى القتل هذا مرور قيس تكون وصف صريح صلة ال مصورة صلتها وصف صريح هذا الأصل وصناعات غير فعلا مضايعا وصناعات ورفا وصناعات جملة اسمية كلها مذكور عند قول المالك وكونها بمعرض الأفعال قل أنا قولي وقد وإن يكون صلتها الفذي المضي وغيره ماله قد صدق رحمه الله فعال أو مفعال أو فعل في كثرة عن فاعل بدل قال هناك صيغ المبالغة الخمس فعال فعال سمع سيبوي أما العسل فأنا شراب قالت خنساء وإن صخرك إذا نشته لنحار نحار فعال وهي كثيرة مفعال سمع من كلامه إنه لمنحار روائكها إنه لمنحار روائكها فعول سمع من كلامه من قال إنها على الشوق إخوان العزاء هيوجوا هيوج فعول تعمل عملك أما فاعل وفاعل فهي أقلها فهما أقلها سمع من كلام العرب إن الله سميع دعاء من أجابه إن الله سميع أكثر وفاعل أقلها قال أتاني أنهم مزقون عرضي أتاني أنهم زيد الخيل يقول أتاني أنهم مزقون عرضي فاعل والكوفيون قالوا ليست عاملة لأنها ليست على وزن الأفعال وإنما يقدر لنا بعدها جعلا إذا قلت زيد شراب أبوه العسل التقدير زيد شراب يشرب أبوه العسل قال لأنها خالفة وزن الفعل ليس على وزن أما اسم الفاعل فإنه على وزن الفعل ضارب فيضرب كاتب فيكتب كاتب حركة فالسكون فحركة يكتب حركة فالسكون فحركة عدد الحروف أربعة أنا قولي فعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فاعل قلل وفاعل قال رحمه الله وما سوى المفرد مثله جعل يعمل اسم الفاعل مفردا تقول جاء رجل ضارب أبوه عمرا وتقول جاء رجلان تقول جاء رجل ضاربان أخواه عمرا على لغة خير البراغي في القرآن الكريم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فلن كاشفات ضره قال الشاتمي عرضي ولم اشتمهما قال عن ترات بن شداد الشاتمي عرضي ولم اشتمهما والناذرين اذا لم القهما دمي قولي وما سوى المفرد مثله جعل بالحكم والشروط حيثما يعمل ان دل على الحال او الاستقبال واعتمد على نفي او استفهام او مخبر عنه موصول صاحب حال وان كان بيد العمل مطلقا